انخفض سعر برميل النفط الكويتي 38 سنتا ليبلغ 93 دولار و73 سنتا للبرميل. أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبيك بلس على تخفيضات إنتاج النفط، بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي. هذا وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 85 دولار و92 سنتا، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى 84 دولار و29 سنتا للبرميل الواحد.